أزار وخرج عن النص وخرج عن القوانين وخرج عن لوائح الكرة، فأنا مع عقوبة كل من هو يخطأ ويقطع الفالنة. يبقى احنا كده قاعدين على المصطبه. القرار صحيح، عشان قطعه التيشيرت دي غير اخلاقيه تماما. انا مش مقتنع ان القرار يتاخد بعد الماتش، كان المفروض اي قرار يطلع ساعه الماتش مش اكتر. هو عمل حركه غير لائقه، ان هو المفروض ما كانش يعملها يعني. لا هو مش مفهوم بصراحه يعني. هو انت لو هتفرض عقوبات ما الترجي كمان عمل مشاكل، وبعدين انت عملت عقوبه على الاهلي، ولا الاهلي عمل ايه؟ انت عملت عقوبه على الاهلي غرامه واستدعيت كارتيرون هو اللي تم الاعتداء عليه. انا استغربت القرار واتصدمت في نفس الوقت، لان مفيش تقييم الحكم بيدي ان وليد اصابع عمل حاجه. ممكن صلاح محسن وممكن مروان محسن برضو. صلاح محسن، وليد سليمان. اعتقد صلاح محسن ما يقلش عنه حاجه. حضرتك المقارب للمواصفات طبعا صلاح محسن. كزملكاوي بس انا اقول لك حاجه، انا عارف ان الاهلي ما بيقفش على حد.